صواريخ ما حد ما تعرف شيء لغاية والله. يلا يلا يا الأمر جدك جدك اصعد فيها. هي أنا جدك يا رب هذا كله وين كانوا؟ ما تعرفون مش عارفين دوا. يا سيدي من قبيلة ستشوف مين يا مين يا سلام هاي الإمام هاي؟ لا وياك هاي 12 ونص 12 ونص هاي محروقات كذا شتلوا شرعت منذ ساعات الفجر المبارك لهذا اليوم قطعات قيادة عمليات نينوى الفرقة 15 بلواءها 72 و لواء 37 من الفرقة المدرعة 9 والمتجحفل مع قيادة عمليات نينوى، وأيضا
قوات الشوات من شرطة نينوى وفوج المغاوير للفرقة 15 شرعت فجر هذا اليوم لتحرير القرى المتاخمة لحدودنا مع محافظة صلاح الدين، وتمكنت خلال الساعات الأولى بفضل من الله سبحانه وتعالى من تحرير 4 قرى، هي الإمام غربي والطالعة والمرير وقرية التراجلة. الفضل الكبير اللي من علينا الله سبحانه وتعالى به هو أنه ما أنطينا ولا شهيد بهذه المعركة، وأيضا يعني كان عندنا جريح بس قبل ما ندخل بالمعركة بقصف الهاونات، وإن شاء الله جرحة بسيطة ونتمنى له الشفاء العاجل. تمكنوا أبطالنا من تفجير 4 عجلات مفخخة، وأيضا لا نبخس الناس أشياءهم، كان هناك جهد جوي كبير جدا بحدود 30 ضربة جوية من قبل التحالف الدولي، أكثرها تركزت في منطقة القتال وقسم منها استهدفت هاونات في منطقة الزهليلة والجدعة. العشرات من عصابات داعش تم قتلهم، وتم تحرير المنطقة بالكامل. عهد من قيادة عمليات نينوى ومن أبطال فرقة 15 والقوات المتجحفلة معنا أنه دائما نزف البشرى إن شاء الله لشعبنا العراقي والسيد القائد العام للقوات المسلحة. تم تدمير أكثر من 5 عجلات مفخخة هاجمت قطاعاتنا، ولكن بفضل الله تمكننا من تفجيرها ولم يصب أي من قطاعاتنا بأي أذى. كذلك تم تطهير كافة جميع القرى المذكورة آنفا، وحاليا تم مسك خط صد باتجاه القرى الباقية، وحاليا قطاعاتنا قامت بتطهير المنازل وتطهير الطرق وقطع الطرق المؤدية إلى قطاعاتنا. حاليا الموضع الدفاعي آمن وقطاعاتنا مستقرة والموقف مستقر بفضل الله وبسواعد الأبطال.